هنعملهم تاني مع بعض. يبقى بسكوت وزبدة، ادي القاعدة بتاعت التشيز كيك. بعد كده 250 جرام من البسكوت السادة، 125 جرام من الزبدة، هتتسيح وتتحط عليه ويتعمل بيها قاعدة التشيز كيك. بعد كده 500 جرام من الجبنة الكريمي، أي نوع جبنة كريمي أو دوبل كريم بدون ملح، 3 أرباع كوباية من السكر، 3 أرباع كوباية من الكريمة الحامضة أو اللبنة أو الزبادي متصفيين من ميتهم، مش عايزة مية فيهم خالص، معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقة صغيرة من بشر الليمون أو البرتقان أو معلقة من الكاكاو أو معلقة من الفانيليا اللي انتوا عايزين الطعم بتاعه، 3 بيضات، توت مجمد أو فراولة أو أي نوع فاكهة أو من غير فاكهة خالص. وبعدين هنشوف هنعمل ايه. طيب ادي هحط هنا البسكوت يعني على قد ما احنا محتاجين مش اكتر، عشان ما نحطش كله عليه الزبدة. وادي الزبدة هنا، وندوب دول مع بعض. طيب انا هنا هستخدم الصينية بتاعت المخصوصة بتاعت التشيز كيك اللي هي بصوا بتتفتح من الجنب دي. طيب دي لازم تحطوا عليها فويل زي ما احنا حاطين كده من بره، لان انا هحطها في ميه مغليه، هعمل لها حمام مائي زي اللي في الفرن. فعاده الصواني دي ما بتكونش قافله كويس قوي، فبتدخل ميه للتشيز كيك فهتبوظ، فدي معلومه مهمه جدا الا اذا انتوا هتعملوها في صينيه عاديه. اذا بقى هتعملوها في صينيه عاديه يبقى هتحطوا من جوه الصينيه ورق زبده عشان تعرفوا تطلعوا بعد كده التشيز كيك من غير ما تبوظ منكم. ادي القاعده بتاعتنا ماسكه نفسها مظبوطه. لو هعملها على البارد هدخل دي الاول على الثلاجه او الفريزر ربع ساعه، لو هشتغل مخبوز هحط كله على بعض. اوكي هنعمل ايه بقى؟ البيض، بسم الله، الفانيليا، بشر الليمون على العجان، وهحط معاهم السكر، 3 بيضات، معلقة بشر ليمون، معلقة فانيليا. اوكي 3 أرباع كوباية سكر، سكر أبيض، سكر سانتا رفيش، وأشغل. أول ما يختلط هنزل الساور كريم أو اللبنة أو الزبادي. ثلاث أرباع كوباية، نص كيلو من الجبنة الكريمي، 500 جرام جبنة كريمي بدون ملح، هنزلها بس كلها مرة واحدة الأول وههدي السرعة شوية عشان الدنيا ما تبهدلناش. هبدأ بسرعة أخف شوية وبعدين أصر. بعدين هعمل ايه؟ هحط التوت جزء منه هنا صحيح او الفراولة او ايا كان، والجزء التاني هنزله مع الحشوة، اي فاكهة عندكو، اي مكسرات عندكو من غير خالص هنعملها سادة مفيش مشكلة، اي حاجة انتوا يوه ده انا صاحبة البواقي جدا. طيب ما ده ملحوظة مهمة والله برضو، التوت اللي احنا استخدمناه ده توت مجمد لانه مفيش طازة، في طازة استخدموه غالي ومش عايزين تستخدموه استخدموا الفراولة، استخدموا الفراولة اللي احنا مجمدينها في الفريزر من الموسم اللي فات، استخدموها كده بس بالفانيليا بس وبشر الليمون، او بالفانيليا وبشر البرتقان، او بالفانيليا بس لوحدها وحطوا عليها الصوص على الوش. احنا بنديكوا يعني هي الوصفة من غير التوت
ولا بشر الليمون، هي وصفة التشيز كيك البيسك التقليدية العادية خالص، فانتوا ما تقيدوش نفسكم يا جماعة. ويفضل تكون كل المكونات في درجة حرارة الغرفة. وشكرا، بارك الله فيكم. شفت انا متعاونة ازاي؟ واعمل كده واحط شوية المية في الصينية، واحط الصينية اللي احنا مغلفينها بالفويل لانها من صينية تشيز كيك من اللي بيتفتحوا، فلازم تتقفل كويس اهو، وادخلها الفرن درجة حرارة 200 مدة من نص ساعة لساعة حسب بقى الفرن وحسب الحجم وحسب الكلام ده كله. الشواية مش شغالة، المروحة شغالة لو موجودة، شغالة من تحت بس.